والله يا عملنا احنا اليوم رغم انه حضرت جوال وعطله رسميه الا تبلغنا من الجهات العليا من عندنا انه مفتح ونستمر في تقديم خدمه اللقاح لقاح كورونا للمواطنين. بس الجرعه الثانيه وايضا لا 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 احنا نستقبل حاليا نستقبل الجرعه الاولى والجرعه الثانيه خلال ايام العيد كلها ان شاء الله متواجدين والفرق موجوده فرق اللقاح ومستعدين. حاليا موجود عندنا الاسترازينيكا متوفر كميات كبيره وننتظر واحنا من خلالكم من نحب ان نوجه المواطنين انه التوجه الى المراكز التلقيحيه لاخذ اللقاح كورونا. هذا متوفر ايضا بالمستشفيات متوفر بالمستشفيات الفايزر ومتوفر الاسترازينيكا ومتوفر بالمراكز التلقيحيه في المراكز الصحيه. كعمل مركز صحي ايضا علاج او ادويه او كذا؟ لا حاليا خلال اليوم عطله رسميه ما موجود علاج، بس الايام القادمه ان شاء الله راح يكون مركزنا خفر يوم السبت خفر لتقديم خدمه العلاج كامله للمواطنين. لكن كفيروس كتقديم خدمات للكورونا لقاحات كورونا موجودين 24 ساعه ان شاء الله. حاليا متواجدين ان شاء الله طيلة ايام العيد خفارات موجودين بالنسبة للملقحين فيروس كورونا، فالفريق كامل متواجد الحمد لله، واللقاح على الجرعة الأولى والجرعة الثانية الساينوفارم والأسترازينيكا موجود إن شاء الله اثنين. عند التسجيل يتأخر المواطن؟ بالعكس، يعني أكو مواطنين يجون ما مسجلين ما كان حجزوا، فإحنا نسهل أمرهم نحجز لهم نفس الوقت ومباشر باللقاح مالهم. إيش توجه رسالة للمواطنين؟ والله أوجه رسالة بأنه هذا الفيروس هو موجود ويعني شغلته ما تعرف شلون يصير، بس نوجه للمواطنين بأنه يجون يلقحون أحسن لهم أأمن لهم، خاصة الكبار بالعمر يعني أمراض المزمنة أأمن لهم اللقاح إن شاء الله. أنا موظف وهسه قبل شوية الحمد لله والشكر لقحت واللقاح كلش آمن وزين والحمد لله والشكر. تستقبلون جميع المواطنين؟ نعم كل المواطنين يجون يلقحون عندنا كافة الأعمار منتسبين جيش شرطة حشد والحمد لله والشكر ماشي الأمور. مع أنه اليوم عطلة رسمية الشباب ما شاء الله عليهم جايين وبالدوام الزي الرسمي الكامل والملاك كله كامل ملاك اللقاحات لغرض اللقاح كورونا. طيب أستاذ إيش عندك حاليا؟ داخل الجرعة الثانية من اللقاح سينوفارم. إيش قصار الجرعة؟ 10 20 يوم تقريبا.